أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة. يواصل وباء كورونا الزحف والتمدد في خارطة العالم، حيث ضم إلى قائمته أكثر من 100 دولة، وبدأ عداد ضحاياه في الارتفاع ليتجاوز 600 ألف إصابة. وأمام هذا الانتشار يقف العالم في وجهه بكل ما أوتي من سبل المقاومة والمواجهة، حيث خصصت هذه الدول ميزانيات هائلة للقطاع الصحي والتوعوي للحد من تفشيه وحصاره في بؤرات محددة. اليمن ما زال خارج هذه القائمة، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية خلوه من وباء الكورونا حتى الآن، يعود ذلك إلى إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد منذ 5 سنوات خلال الحرب. لكن هذا الأمر لا يجعلها في دائرة الحصانة الدائمة، فقد يتسلل الوباء إليها في أي لحظة. ولمنع ذلك أو تفادي انتشاره بشكل واسع في حال وصوله إلى اليمن لا سمح الله، يتوجب على الجهات المعنية بذل أقصى الجهود لمواجهته، كما يترتب على المبادرات الشبابية والمجتمعية التواجد ورفع نشاطها إلى أعلى مستوياتها في هذا التوقيت. عن أهمية الجهود الشبابية والمجتمعية في مواجهة كورونا سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، لكن قبل البدء إذن نبدأ باستقبال أول ضيوف هذه الحلقة. ومعنا اليمني أحمد طاهر، وهو أحد اليمنيين المصابين بكورونا في مدينة إسطنبول، وهو يحدثنا الآن من الحجر الصحي في المستشفى. مرحبا بك أحمد. هناك تأخير في الصوت مشاهدينا الكرام، سيكون هناك وقت حتى يتمكن أحمد من سماعي، لأنه الآن معنا عبر السكايبي من غرفة الحجر الصحي في إحدى المستشفيات. بداية ألف حمد لله على سلامتك أحمد، نتمنى لك الشفاء العاجل، ونبدأ بالإطمئنان على صحتك. كيف هي صحتك؟ ماذا قالوا الأطباء؟ هل أنت بتحسن؟ الحمد لله رب العالمين، وشكرا جزيلا لك وللمشاهدين جميعا. الحمد لله حالتي المرضية صارت في تحسن إلى الأفضل، عديت المرحلة الخطيرة اللي هي تعتبر ما بين اليوم الخامس والتاسع، والحمد لله الآن في تحسن شديد، يعني الحمد لله رب العالمين. نعم أحمد، احكي للمشاهدين كيف أصبت بالفيروس، إذا إن كنت تعلم كيف أصبت به وأين، وكيف اكتشفت إصابتك بالفيروس؟ بداية خلينا نتكلم على الموضوع بشكل عام، انه اولا الاعراض تختلف ما بين شخص الى شخص، ضروري توعية الناس في هذا الكلام، لانه الان اغلب الرسائل اللي كانت توصل لي والاسئله، يا اخي احمد انا فيني حمى، هل فيني كورونا؟ قلت لهم انا مش دكتور في الاول والاخير، لكن على ما قرينا وعلى ما كلموني الدكاتره انه الاعراض تختلف من شخص الى اخر، المناعه تلعب دور، الامور اللي الشخص ياكلها كمان تعمل دور، الفيتامينات، هذه الامور كلها. اما عن حالتي انا، بدايه المرض كانت تقريبا من 12 مارس، كانت هذه بدايه الاعراض للكورونا او كوفيد 19. كانت بدايتها ككحه وحراره والم في الصدر بشكل بسيط. استمرت وتزايدت الى تاريخ 20، وما بينهما في تاريخ 14 قررت اني اسوي الحجز المنزلي، هو حجز تطوعي يعني، لكي لا اصيب احد اخر، يعني لدرجه اني كنت انا لوحدي، يعني في غرفه لوحدي، كنت الاكل اخذ في صحني لوحدي، ملعقتي لوحدي، شوكي لوحدي، عشان اقي اهل البيت كذلك. في تاريخ 20 مارس دخلت المستشفى وتم حجزي الصحي هناك.
نعم، أنت الذي ذهبت للمستشفى أحمد، أنت ذهبت لكي تخضع للفحص، هل هنالك مستشفيات مخصصة لذلك في إسطنبول؟ أي حد لا قدر الله شك أنه عنده الفيروس من اليمنيين المتواجدين هنا في إسطنبول، هل جميع المستشفيات تستقبل الحالات ويقومون بفحص الفيروس أم هنالك مستشفيات معينة؟ على حسب علمي، وزارة الصحة التركية حددت بعض المستشفيات التي ستستقبل هذه الحالات المرضية، ولكن كإجراءات فحص أعتقد أنه ممكن أنه تروح لبعض المستشفيات الأخرى، وممكن أنهم هم يأخذوا العينات يرسلوها لهذه اللي هي البيوكاستانة سيسموها، وبعدين ترجع لك النتيجة لعندي. نعم أحمد، ما هي أبرز النصائح التي وجهت لك من قبل الأطباء في الحجر الصحي؟ ما هي نوع العناية التي تلقيتها في المستشفى؟ صراحة من ناحية النصائح والعناية، النصائح كانت فاتت على وقتها لأنه أصبت وحملت بهذا المرض يعني، لكن الوقاية أو الأدوية التي أعطوني إياها تقريبا، أنا توقفت عن العد بعد 25 مغذية، والسبب في ذلك أنهم قالوا حابين أنهم يقووا الجهاز المناعي لأنه فيها أنتيبيوتيك وهذه المواد الأخرى. كان في أدوية خاصة، هذا اللي ركزت عليه أنا، كانت في أدوية خاصة تأتي باسمي فقط، موجهة من وزارة الصحة، توصل إلى هنا باسمي فقط من وزارة الصحة التركية. لما سألتهم عليها قالوا هذه من الدولة باسم كل مريض، بعد ما يتحققوا من مرضه يتم إرسالها له واستخدامها علشان يتم التماثل للعلاج. وفعلا بعد ما استخدمت هذه الأدوية بدأت أركز إنه الحالة الصحية بدأت تتحسن بشكل كبير جدا، والحمد لله. الحمد لله على سلامتك أحمد. باختصار، ما هي النصيحة التي تقدمها للمتابعين من خلال تجربتك في خوض المعركة ضد هذا الوباء؟ بكل اختصار نقدر نقول الوقاية خير من العلاج وانتهى الموضوع. أنا لو أكيد يعني الأغلبية شاف الفيديو اللي نزل التوعوي اللي قبل هذا وتكلمت فيه عن الحلبة، لكن شكل الموضوع أصلا فهم بطريقة خاطئة. الموضوع من المقصود من موضوع الحلبة والتوعية والمواد الأخرى اللي الجميع كل الناس نصحوا فيها، اللي مستغرب أنا منه إن الناس مقتنعين قناعة تامة إن الحلبة هي السبب الرئيسي للعلاج. إذا كانت حتكون سبب رئيسي للعلاج فليش الدول الان جالسه تسوي الالحاح؟ هي فعلا قد تكون احد اسباب الوقايه، لكن كمان حتى المناعه لا تكتسب بيوم او بيومين او بثلاثه. صحيح. يعني حتى النصيحه اللي الجميع يعرفها، تفاحه في الصباح تعطيك تحافظ على صحتك او تبعدك عن الاطباء، ما تكونش بيوم وليله، تاخذ لها سنوات علشان تقوي الجسم، تقوي المناعه، بعدين تبدا الامور تكون كويسه معك. فنصيحتي لهم التزموا يا جماعه بالقوانين البسيطه. القوانين البسيطة الآن اللي موجودة، يعني عقم يدك، البس الجلافز، قلل من الاختلاط، لا تسلمش على الآخرين. هذه النقطة الأساسية ممكن إنها تقيك بشكل كبير وأساسي من المرض إن شاء الله. إذا أحمد طاهر، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك الشفاء العاجل. للتذكير مشاهدينا الكرام، أحمد هو يمني مقيم في إسطنبول، هو أحد المصابين بكورونا وهو الآن يقيم في الحجر الصحي في إحدى المستشفيات في إسطنبول. شاركنا تجربته في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك أحمد ونتمنى لك الشفاء العاجل. مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا الدكتور محمد البعداني. مرحبا بك دكتور محمد.
الدكتور محمد ينضم إلينا عبر السكايبي من إيطاليا. الدكتور محمد هو طالب دراسات عليا في جامعة باري الإيطالية، متطوع مع وزارة الصحة الإيطالية في الفرق التي تواجه الوباء ليل نهار. أهلا بك دكتور محمد، فخورين بك وسعيدين أنك معنا في هذه الحلقة. اهلا وسهلا استاذ امل، وانا ايضا فخور بكم جميعا، وكل الشكر لما تقدموه من توعيه للناس في داخل اليمن وخارج اليمن. نعم دكتور محمد، منظمه الصحه العالميه تعلن ان اليمن خالي من الوباء، ما مدى منطقيته وعلى ماذا استندت وزاره الصحه في هذا الاعلان؟ هل من المنطق ان يكون خالي اليمن؟ صحيح ان المنافذ البريه والبحريه والجويه مغلقه، ولكن هنالك مسافرين بين مصر والاردن وايران وعده دول هي مصابه بالفيروس، كيف يمكن ان الى حد الان لم ينتقل الفيروس في اليمن؟ هل لدى اصلا الجهات الصحيه في اليمن القدره على اكتشاف الوباء في حال ظهوره لا قدر الله؟ يا سيدتي الكريمة، طبعا بحكم التصريحات اللي سمعناها من وزارتي الصحة في حكومة صنعاء والحكومة الشرعية، الأنباء التي سمعناها من منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد حالات كورونا في اليمن بالرغم من وجود مسافرين كما ذكرتي. نحن شددنا مرارا وتكرارا على إغلاق المجال الجوي اليمني وعدم إعادة الناس من مصر أو من السعودية أو من أي دولة أخرى، لأنه اليمن لا تستحمل لا سمح الله ان ينتقل المرض الينا، ستكون جائحه كبرى اكبر من الذي حصل في ايطاليا او من الصين. لا اعتقد انه الى الان توجد فحوصات او ادوات الفحص بشكل كافي في اليمن، او ربما غير موجوده نهائيا. قد يتم الاعتماد على التشخيص السريري او صور الاشعه المقطعيه او صور الرنين المغناطيسي للرئه او مقارنه الاعراض طبيا، لكن مع ذلك ما زلنا نامل ان لا توجد اي حالات في اليمن. معظم التاكيدات التي نسمعها من الاطباء الذي نعرفهم سواء في صنعاء او في عدن انه الى الان لم توجد اي حالات، وهذا ما نتمناه. نعم دكتور محمد، كونك احد المتطوعين في الفرق التي تعمل في مواجهه الوباء في ايطاليا التي اصبحت الان من اعلى الدول اصابه بهذا الفيروس، ما هي نوع العنايه الطبيه الذي تقدمونها للمرضى؟ هل صحيح ما تم تداوله مؤخرا ان علاج الملاريا والمضادات الحيويه هي ما تقدم لهؤلاء؟ يا سيدتي الكريمة، العلاجات الملاريا أو المضادات الحيوية زي الأزيثروميسين، هذا البروتوكول موجود أساسا من الصين، يعني بيتم التعامل مع الحالات. طبعا احنا نقول بالأول أنه 80% من المصابين بفيروس كورونا لا يحتاجون إلى الرعاية الطبية، مجرد العزل المنزلي وتقوية المناعة، وسوف معظم الكثير من الحال من المرضى لا تظهر عليهم حتى علامات المرض. لكن في حال دخول المرضى إلى المستشفيات فيتم قراءة الفايتال ساينز، العلامات الحيوية للمرضى، ومن من المرضى يحتاج إلى مساعدة تنفسية، يبدأ إعطاء المريض المرضى الأدوية بحسب الفحوصات الطبية التي تعمل لهم، بحسب التصوير الطبقي والرنين أشعة الرنين المغناطيسي للرئة، بحسب وجود سوائل في الرئة من عدمها أو دخول المرضى في صدمات تنفسية وخلافه. هنا في ايطاليا ايضا تم استخدام بعض الادويه الخافضه للمناعه، لانه في جزء من المرضى حصل عندهم ردات مناعيه قويه، بالتالي اصبح هناك فرط تحسس من الفيروس، وبالتالي تم اعطاء هؤلاء المرضى بعض الادويه الخافضه للمناعه. ما تزال الى الان لا يوجد علاج واحد او علاج موحد للفيروس، وانما علاج للاعراض مع استخدام بعض البروتوكولات التي بدأت في الصين أيضا وفي فرنسا وفي الولايات المتحدة وحتى في إيطاليا.
نعم دكتور محمد، أيضا من ضمن المعلومات التي تم تداولها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك بعض الدول أقبلت على إعطاء المواطنين لقاح الملاريا كلقاح يقي من الكورونا، ما صحة هذه المعلومة دكتور محمد؟ هو ليس لقاح بالنسبه للملاريا، هو عباره عن دواء اللي هو الهيدروكسيكلوروكوين. طبعا هذا الدواء من الادويه التي لها اعراض جانبيه خطيره جدا، ومن الادويه التي تسبب نوع من الانيميا بالمصطلح الطبي الهيمولايتيك انيميا، اللي هي فقر الدم، من انواع فقر الدم. وبالتالي هذه الادويه لا يجب ان يتداولها الناس، ولا يجب ان يذهب الناس ليشتروها من الصيدليات. هذه الأدوية تعطى من الأطباء وبحسب الحاجة وبحسب حالة المريض، نفسه، بمعنى أنه ليس دواء الملاريا هو الذي بيعالج الكورونا، وإنما هو يعطى في بعض الحالات لعلاج بعض الأعراض المعينة ولخفض بعض بروتينات الفيروس، ولكنه لا، يعني هذا الدواء لا يعمم على جميع الحالات، وإنما حسب الاستخدام الطبي وحسب الاستخدام الذي ينصح به الأطباء وحسب الحالة نفسها. نعم دكتور محمد، ما هي الرسالة والنصائح التي توجهها للأطباء العاملين في القطاع الصحي في اليمن وأيضا للشباب المتطوعين خلال هذه الفترة في الميدان للتوعية ولتقديم العون؟ ما هي أبرز النصائح التي تقدمها لهؤلاء؟ اولا اوجه عبر قناتكم تحيه لكل الاطباء والعاملين في القطاع الصحي عبر العالم وفي اليمن تحديدا. ما احب ان اوجهه الى اهلي وزملائي واساتذتي في اليمن، ان يتعاملوا مع كل حاله مشتبه فيها على انها حاله كورونا، لان معدل الاصابه في القطاع الطبي عاليه جدا. يعني نحن نتحدث في ايطاليا، تتحدث نقابه الاطباء ووزاره الصحه عن 5000 اصابه في العاملين في القطاع الطبي، بالاضافه الى 29 وفاه في الاطباء. فلذلك يجب عليهم ان يكونوا ادعى على الحرص والحذر، وان يتعاملوا مع جميع الحالات باعتبارها حاله مصابه بالكورونا. في حال طلعت الحالات ايجابيه لا سمح الله يكونوا قد عملوا الاجراءات التي تقيهم، وان طلعت الحالات سلبيه وهذا ما نتمناه فهذا من حسن حظنا جميعا في اليمن. اتمنى ايضا انه ان يتم دعم القطاع الصحي في اليمن من قبل حكومه صنعاء او من قبل الحكومه الشرعيه او من قبل المقومات المانحه، وأن يوجه الدعم حاليا إلى مكافحة الفيروس ومنع انتقاله إلى اليمن، ونناشد المسافرين اليمنيين الذين سوف يأتون من خارج اليمن بالبقاء في بلدانهم، وأن يتم تحسين إجراءات الحجر الصحي التي عملت في اليمن سواء في عدن أو في البيضاء أو في حضرموت أو في أي مكان. نعم إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد البعداني، ونتمنى لك كل التوفيق. للتذكير الدكتور محمد هو طالب دراسات عليا في إيطاليا وهو متطوع ضمن الفرق الصحية في إيطاليا لمواجهة الوباء. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد. إذا مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة بعض التصريحات أو المشاركات التي وصلت حول موضوع الحلقة عبر الواتساب، نتابع. في وادي حضرموت نرى هذه الايام اقامه الكثير من الدورات للتوعيه من خطوره مرض الكورونا. على الشباب الذين يتلقون هذه الدورات ان يقوموا في 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 الايام القادمه او في الوقت المحدد لهم بالخروج واقامه الحملات التوعويه في الشوارع. راينا الكثير في الكثير من المدن الحضرميه فيها تقام حملات توعويه للمواطنين في الشوارع. هذه الحملات تسهم كليا في تثقيف المواطنين بخطورة مرض الكورونا وأهمية التعاون المشترك ما بين المجتمع والسلطات المحلية والدوائر الأمنية في إيقاف الاستهتار والعبث بهذا المرض الخطير. المبادرات الشبابية لها أهمية كبيرة جدا، وخصوصا ونحن في هذا الوضع نواجه مشكلة كبيرة جدا، مش وطنية فقط وإنما مشكلة عالمية في جميع دول العالم، واللي هي مرض كورونا أو فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في جميع الدول. طبعا المبادرات الشبابية لها دور كبير مجتمعيا ودوليا حتى،
يعني لما يتعاون الأفرقة التطوعية في وبرضو الجهات الرسمية الحكومية والإعلامية كلها تسهم في توعية المجتمع وحماية المجتمع من انتشار هذا المرض أو الفيروس. طبعا نحن اليوم هنا في هذه الدورة قمنا بتدريب عدد من عاملين صحيين وطلاب الطب علشان يخرجوا كل شخص منهم في منطقته وفي مجتمعه يقوم بتوعية مجتمعه سواء كان في مسجد سواء كان في أسواق أو في مولات حتى نقوم أو نقول نساهم في الحد من انتشار هذا. ولكن الحمد لله أنه ما في عندنا حالات لكن الحذر واجب على كل واحد في المجتمع. انطلقت مبادرة من قبل مجموعة من الشباب من مدينة سيون محافظة حضرموت بعمل حملة شبابية ومناصرة للتوعية بخطر فيروس كورونا، هذا الوباء العالمي الذي بدأ آثاره تظهر على العالم، وكان الهدف منها هو الاحتراز ودعوة المجتمع والمنظمات والجهات الرسمية والحكومية لسرعة المبادرة والاحتراز وعمل الإجراءات الوقائية اللازمة. وبدأنا بخلال حملة على صفحة الفيسبوك، ثم انتقلنا إلى لقاءات مع السلطة المحلية مثل بالوكيل الذي باشرنا في اعتماد مركز غرفة عمليات مشتركة وغرفة إعلامية لهدف منها إيصال المعلومات التوعوية واستقاء المعلومات بشكل صحيح من مصدرها الصحيح. نحن لجنة حضرموت ضد الكورونا نعمل من خلال التوعية والتثقيف في المجتمع كامل مواجهة هذا الخطر. طبعا نحن عملنا على إقامة غرفة عمليات مجتمعية مشتركة تضم مركز التثقيف والتثقيف والوعي المجتمعي والمركز الإعلامي، بحيث أنه يكون هذه الغرفة كاملة تستقي جميع المعلومات من الجهات الرسمية ومن وعكسها على المجتمع، وبرضه تكون الناطق الرسمي اللي هم ممثل عن مكتب الصحة في هذا الموضوع. نحن نتمنى من المنظمات العالمية وكذا التحالف وكذا الحكومة أنه تدعم نحن وتدعم مكتب الصحة كون حضرموت وسيئون هي تعتبر منفذ الرئيسي عن طريق المطار عن طريق منفذ الوديعة. إذن مشاهدينا الكرام كما تابعتم معي هذه التصريحات، هنالك الكثير من المؤسسات والمنظمات المحلية والمبادرات الشبابية التي بدأت التحرك بعمل ورشات عمل ندوات توعية بمختلف الطرق. سنستضيف الآن أحد هؤلاء الشباب الناشطين في مجال المبادرة الشبابية، معنا عمار مرشد الذي ينضم إلينا من صنعاء. مرحبا بك عمار، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. عمار، كما تم تداول في مواقع التواصل الاجتماعي أنكم قمتم ببعض التحركات للتوعية في صنعاء، ما الذي قمتم به عمار وكيف كانت الاستجابة من قبل المواطنين؟ والله خليني أكلمك بالعامية، يعني احنا اكبر مشكلة بتواجهها اليمن من زمان مش الله، بس ان الان هو نقص الوعي او انعدام الوعي. الوعي مش موجود بشكل عام على الامور الأساسية في الحياة، ما بالك في توعية الناس على حاجة ما بيشوفوهاش، على فيروس ما بيشوفوش ومش مقتنعين انه فيروس خطير لانه لسه ما فيش ناس ماتت قدامهم. فقبول الناس بفكرة انه في فيروس هدد العالم والعالم كله، قوات الاحتياط المشتركة والمنظمات الدولية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بتحذر منه وخايفة منه، لا زالوا للآن في اليمن مقتنعين تماما ان احنا مش من ضمن الفئه اللي حيسالفها الفيروس، وهذه مشكله كبيره فوق ما تتخيل. ان احنا نقنع الناس ان احنا ممكن نكون جزء من اللي حاصل بالفيروس، واعتقد انه احد الاسباب اللي تقدر ترجعي لها هي الجهات المختصه اللي الى الان ما وضحت خطوره الفيروس هذا والاشياء اللي ممكن تسبب ضرر كبير للمجتمع اليمني. يعني ما تكلمت عن جاهزيتها الطبيه حول خطر الفيروس اذا انتشر في اليمن، ما تكلمت عن استعدادها انها كم قادره تجهز مستشفيات او مراكز حجر صحي تقدر تنقذ فيها اليمنيين. ايطاليا من ضمن الدول الاولى في مجال الطب، ومع ذلك تجاوز عدد الوفيات ل 7000، يعني شيء مخيف. التوعيه بنواجه صعوبه كبيره جدا للناس ان احنا نوعيهم يجلسوا في البيت او انهم يستخدموا معقمات او حتى انهم ما يخافوش الخوف الكبير من انهم لازم ما يعقموا بمطهرات عاليه جدا او اشياء كبيره. احنا بنكلمهم انه المعقمات البسيطه ممكن تقتل الفيروس،
تلاقيهم بيخترعوا خلطات جديده، بيجيبوا لك افكار جديده، بيقولوا لك سوي اشياء جديده، وهذا بيسبب الهلع والشك عند الناس ومشكله كبيره على فكره. نعم عمار، بالحديث عن المعقمات، هل تتوفر في الصيدليات في اليمن هذه الادوات الصحيه من معقمات وادويه ربما خافض حراره، الادويه المستخدمه في هذه الحالات؟ للأسف مثل أي مشكلة بتواجه اليمن، الجشع لدى التجار وغياب الجهات المختصة كحكومة أنها تنزل جهات رقابية أو لجنة تراقب التجار، بعدم رفع الأسعار، بعدم إخفاء المنتجات، هذه كلها لا زالت موجودة في اليمن. المنتجات موجودة وأسعارها تضاعفت 100%، وفي أشياء مش موجودة لا زالت مخزنة عند التجار ومع ذلك أسعارها مرتفعة. والحكومة متأكدة 100% والجهات المختصة متأكدة 100% من توفر هذه المواد، لكن اليوم ولا نزلت أي جهة تتكلم عن هذا الموضوع، ولا حتى نزلت لجنة تراقب ارتفاع الأسعار وتخفف على المواطن الغلبان اللي بيواجه الآن خوف وشك من أن الفيروس هذا ممكن ما يموت إلا بمعقم معين، وبنفس الوقت نقص الوعي اللي موجود عنده أنه ما يقدرش يواجه الفيروس هذا بشكل قوي. نعم عمار، باختصار رسالة أو نصيحة توجهها لليمنيين؟ للكل، للشباب اللي بيشتغلوا في مجال المبادرات، في مجال التوعية للمواطنين في البيوت، لأسواق سواقين الباصات، للمخزنين، 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 أنتوا أكثر فئة ممكن تسبب كارثة في اليمن. صحيح. أنتوا كمخزنين ذهابكم لأسواق القات، شراءكم القات من مقوت قد يصيب الإنسان، حترجع لعند عائلتك، حتصيب عائلتك، حتروح تسلم على عمك، حتصيب عمك، عمك حيصيب عياله، حتروح تسلم على أصحابك، أصحابك حيودوا عائلتهم أي مكان حيصيبهم. أفضل حل الجلوس في البيت، جلوس في البيت ضيق الغرف. نعم، وهذه هي المعضلة الأكبر الذي يواجهها اليمنيون وأسواق القط والمخازن. كيف تقنع اليمنيين أنهم ما يخزنوش أو أنهم ما يقوموش أفراح وما يقوموش مناسباتهم الاجتماعية المتعودين عليها؟ عمار مرشد، كنت معي من صنعاء، شكرك جزيلا الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة، وشكرا لكل الجهود الذي تبذلونها في التوعية على الأرض. مشاهدينا الكرام، معنا من مأرب حمزة القديمي، وهو أيضا من ضمن الشباب المتطوعين بعمل التوعية في محافظة مأرب. مرحبا بك حمزة. مرحبا أستاذ. ما هي الطرق التي اتبعتها لتوعية الناس في مأرب، ومدى نسبة الاستجابة؟ عمار كان معي من صنعاء يتحدث أن الناس إلى حد الآن غير مستوعبة الخطر، لم تأخذ الأمر بجدية، لم يتم الالتزام بالإرشادات والتوعية. كيف هو الوضع في مأرب، نسبة تقبل الناس واستجابتهم للتوعية؟ في البداية سأتحدث عن استجابة المجتمع الشبابي أو التطوعي. كانت استجابة المجتمع الشبابي والتطوعي استجابة مذهلة جدا، حيث أنه في بداية الحملات التي قامت بها الدولة، أو بالأصح قبل أن تقوم بها الدولة، قام الشباب من جميع المبادرات والجهات بالانضواء تحت فريق وكيان واحد للعمل بشكل منظم ومرتب. بدأ الشباب بالمطالبة من مكتب الصحة والسلطة المحلية بالدعم بالمساعدات، ولكن كان هناك يعني ردود مخيبة للآمال وتسويف ومواطنة من جانب السلطة المحلية. لكن ما واجهناه في الوسط الشعبي والمجتمعي يعني يعكس نظرتين. النظرة الأولى أن وجدنا الناس الغير الواعين الذين لا يتقبلون، أو بالأصح يعني ينكرون يعني وجود الفيروس، ويعني يستحيلون دخوله إلى اليمن. وأيضا في نفس الوقت واجهنا هناك الطبقة الذي تتقبل هذا الشيء وأيضا ساهمت ودعمت، ووجدنا الكثير من الداعمين سواء من تجار أو مؤسسات خاصة أو من جمعيات أو منظمات بسيطة ساهمت ودعمت بشكل كبير في هذا المجال. نعم حمزة، عندما نقول للناس الزموا بيوتكم، ابقوا في البيت، لا تخرجوا، أنت تعلم المجتمع اليمني الغالبية الناس يعيش بقوت يومه ومن الأعمال اليومية، هؤلاء الناس لا يستوعبون هذه الفكرة، كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة؟ هنا المشكلة أن الشعب اليمني يعيش على قوت يومه، ومن الصعب أن توفر له قوت يومه.
كان من الخطط أن يتم توزيع يعني عدد من السلات الغذائية التي من الممكن أن تبقي رب البيت أو رب الأسرة أو الأسرة كامل لفترة يعني أسبوعين أو ثلاثة إلى تجاوز هذه الأزمة إن شاء الله. ولكن أيضا لا يوجد هناك تفاعل من المنظمات، لا يوجد هنا خطة واضحة ومضمونة النتائج التي ممكن تصلنا لها النتيجة أن يبقى اليمني في بيته، وهذا شيء صعب. الشعب اليمني بطبيعة الشعب نضياف وشعب يعني كثير حركته واجتماعاته. نعم، إذن حمزة القديمي ناشط كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك حمزة. ينضم إلينا الآن من خولان في صنعاء الدكتور وليد المغبشي. مرحبا بك دكتور وليد، مساء الخير. مساء الخير والعافية، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور، كيف هي الاستعدادات في منطقة خولان لا قدر الله وصل الوباء، كيف هو الوضع الصحي في المنطقة؟ والله أختي العزيزة، الوضع الصحي يعني بما يخص صنعاء ومديرية خولان والله نعم. هناك صعوبات كثيرة بما يخص الوقاية وما يخص التوعية بالنسبة لانعدام وسائل الوقاية من الأسواق بصورة مفاجئة ورهيبة من الكمامات والمعقمات بأنواعها على مستوى سعر الكمامة الواحدة. ناهيك أختي العزيزة عن عدم توفر أدوات الفحوصات، يعني بالنسبة لفرق الاستجابة السريعة لا يمتلكون أدوات الفحوص من أجهزة حرارة وبدلات الوقاية والأقنعة. والأصعب من ذلك نواجه القصور بالتوعية لدى المجتمع والاستجابة من الإخوة المواطنين والاستهتار بالفيروس وطرق انتقاله وخاصة بالمناطق الريفية. نعم. لدرجة هناك من يقارن، يعني تخيلي أنه يتم مقارنة الكورونا بالكوليرا. هناك وهناك من يتهربون من المنافذ ومناطق الحجر الصحي بحجة صعوبة المعيشة في مناطق الحجر. نعم. والمكان هناك جاهلين حجم الكارثة المسببين لها في حالة أنهم مصابين وفي مرحلة الحضانة بالنسبة للفيروس. هناك في صنعاء وتنسيق مكثف من الوزارة ومكاتب الصحة بالمحافظات والمديريات رغم عدم توفر الإمكانيات المتاحة وعدم توفر أماكن خاصة للعزل حسب البروتوكولات المناسبة للعزل. هناك من فتح الجامعات والمدارس للحجر الصحي وهذا غير مناسب أبدا ويشكل كارثة كونه مكان حجر صحي. بالنسبة للمبادرات الشبابية هذا شيء رائع جدا ومشجع لتقديم التوعية والتثقيف بشكل كبير، ونتم ونوجه رسالة إلى وزارة الصحة والمعنيين بذلك. هناك مبادرات في خولان تقوم بتوعية نشطت هذه الفترة دكتور وليد؟ نعم، هناك تنسيق مع مكتب الصحة بالمديرية والمحافظة مع الاستجابة السريعة والعاملين الصحيين، يعني أكثرتهم نعم دكتور وليد، نصائح تقدمها للمجتمع اليمني؟ النصائح يعني أقدم النصائح للمجتمع اليمني التكاتف وخاصة بالتوعية، يعني نتمنى من كل الإخوة الصحيين وغير الصحيين المشاركة بالتوعية، لأن هناك يعني قصور فهم كثير وخاصة في المناطق الريفية وعدم توفر الانترنت وقنوات التلفزيون. اتمنى من الوزاره ان هي تتكاتف مع المبادرات الشبابيه وتتبنى مثل هذه المبادرات وتدعم بوسائل الوقايه وبروشوراتات التوعيه وتوزعهم على اكثر منطقه جغرافيه والتركيز على المناطق الريفيه بالذات. نعم، اذا وليد المغبشي الدكتور وليد كنت معنا من خولان صنعاء، شكرا جزيلا لك دكتور وليد. مشاهدينا الكرام الان معنا حمزه الشماري من تعز، مرحبا بك حمزه. اهلا وسهلا بكم واسعد لي مساك. اهلا حمزه، كيف هو الوضع في تعز؟ هل بدات المؤسسات والمنظمات والمبادرات الشبابيه بالتحرك بفعاليات توعويه، وكيف ما مدى استجابه المجتمع او الشارع التعزي لهذه التوعيه والالتزام بهذه النصائح؟ هناك مبادرات الان شبابيه لتوعيه الناس من هذا الفيروس الذي اجتاح العالم، ولكن يجب توعية أكثر
البرامج كلها توعية لوعي المجتمع اليمني للاستجابة للوقاية من هذا المرض. نعم حمزة، أنت شاركت مثلاً، هل أنت نشط في إحدى هذه المبادرات؟ ما هي الطرق التي تستخدمونها في التوعية؟ هل هنالك برشروتات أو أنه مثلاً فرق تذهب للمنازل؟ ما هي الطرق التي تستخدمونها في التوعية؟ أنا شاركت في مبادرات جرعة وعي. هناك المواطن اليمني يدرك مدى خطورة هذا الفيروس، ولكن يستحيل أن يلتزم بالنصائح للوقاية منهم، مثل ما بالبيوت يعني ينعزل، لبس كمامات، يعني يدرك يعني مدى خطورته، ولكن لا يستجيب من قبل المبادرات أو من قبل الشباب عندما يدور يعني على أمر الواقع في التطبيق، يعني الأرض عندما نجي نصحهم. نعم، إذن حمزة شكرا لك، ونتمنى السلامة للجميع. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من عدن. معنا الناشطة الاجتماعية أمت الرحمن الغفوري. مرحبا بك أمت الرحمن، مساء الخير. أهلا بك أمل، وسعيدة أن أنا معك اليوم. أنا أسعد بك يا أمت الرحمن. أنت من ضمن الشباب الناشطين في المبادرات المجتمعية التي قامت هذه الأيام بعمل توعية حول وباء كورونا، وكيف يمكن للمواطنين اليمنيين أن يتجنبوا الإصابة بهذا الوباء. ما مدى الاستجابة من الشارع العدني؟ ما هي نسبة الاستجابة والتفاعل معكم؟ طبعا في البداية قبل أن نتحدث عن هذا الوضع، نتمنى السلامة يعني لكل أبناء الشعب اليمني سواء في الداخل والخارج. بالنسبة يعني جهودنا نحن كمبادرة، هناك جهود كبيرة تبذل سواء في سواء يعني من قبلنا نحن كمبادرات شبابية، أو من قبل شباب متطوعين جدد نزلوا إلى الميدان، أو المؤسسات يعني الحكومية يعني تعمل بهذا الجانب، المؤسسة الدولية، الجميع يعمل يعني في هذا الجانب بكل جد. لا نستطيع أن ننكر جهود أحد، لكن في الحقيقة نحن نفتقر إلى يعني توحيد هذه الجهود. هذا الشيء نفتقره كثير، لأنه أغلب المبادرات الآن تشتغل، المؤسسات تشتغل، تطبع آلاف الملصقات والبرشورات. لأنه نحن أساسا ننزل نوعي في أماكن نائية، زي نحن الآن اليوم استهدفنا مخيمة الناجحين، وانتم عارفين يعني السيول اللي حدثت والامطار اللي حدثت امس اغرقت المخيمات. كان هنا لما ننزل نوعي وما فيش معنا اساليب الوقائيه اللي احنا نقدمها للاشخاص، بظل انهم هم في كارثه. هذا الشيء انا ارى انه شيء غلط، انه احنا لابد ان احنا نوحد جهودنا. مجموعه تشتغل على التوعيه في عن طريق البرشورات، ومجموعة أخرى يعني تحاول أن تقدم الدعم والمساعدات اللي هي أساليب الوقائية للناس، لأنه في الحقيقة الشعب اليمني نحن خاصة أن الناس اللي ما عندهمش الدخل اليومي، اللي يعني معاشهم على دخل يومي، ما يكونش تقبلها بهذه الطريقة السهلة. تستطيع انك توصل المعلومات للناس المثقفين والناس المبدعين، كل هذا الناس قد يستطيع انه يوصلها عن طريق الانترنت، لكن احنا نلاقي صعوبه كبيره جدا في المناطق النائيه وفي الناس اللي همهم الاكبر لقمه عيشهم. فانا كنت دائما يعني اتمنى واحرص انه يتم التعامل مع الشعب اليمني بالاساليب المقربه اليه. يعني انا اوفر له كمامه، اوفر له جوانتي، اوفر له ما اوفر له معقمات، لان المعقمات غاليه ومعدومه يعني انعدمت كثير في السوق، حتى الصابون. ونكلمه انه هذه تعتبر اساليب وقائيه، انت حافظ على نفسك كذا بكذا بكذا، بيكون في استجابه. لانه هنا لما ننزل على طول الى الجمهور يقول لنا ايش بتجيب لنا، ايش بتجيب لنا؟
مع انه في ناس يعني أمت الرحمن اريد ان اسالك بهذه النقطه بالذات لانها نقطه مهمه من اهم الوسائل الحمايه ان يبقى الشخص في منزله. كما تحدثت غالبيه الشعب اليمني يعيش بقوت يومه، هنالك العاملين البسطاء باليوميه، النازحين اللي يعيشوا في المناطق النائيه، كيف يمكن ان تخبر هؤلاء انهم لا يجب ان يغادروا منزلهم؟ من اين سياتي بقوت يومه؟ كيف يمكن ان يطعم اطفاله؟ برايك ما هي الحلول؟ كيف يمكن حل هذه المشكله؟ في الحقيقه في مجتمعنا، يعني في مجتمعنا اليمني حقيقه للاسف الشديد لا يوجد لها حل الا في انه نستخدم لهم نوفر لهم اساليب الوقايه فقط. انه انا اوفر لك اساليب الوقايه وافهمك كيف انك انت تحمي نفسك حتى وان خرجت بين الناس، حتى وان يعني لانه الان حتى هم فاهمين انه خلاص عندنا المرض وصل في اليمن، ما فيش عندنا امراض، نحن قد ربي لا تقبلنا من هذه العبارات اللي نسمعها. نحن نحاول يعني نحن نحاول صراحه نبذل جهود كبيره ان نحن نحاول نوصل لهم المعلومه انه نحن انفسهم قدر المستطاع، لانه المرض ما بيجيش الفئه ويترك فئه. وهذه النقطه اللي انا اشتي اركز عليها، واشتي يعني المؤسسات والمنظمات اللي تركز عليها، تحاول انك الاساليب الوقائيه البسيطه، لانه الان للاسف الشديد حتى انعدمت بشكل كبير، من لاقيهاش في الاسواق اليوم. حتى للفريق الطبي لم نستطع ان احنا نراها او نشاهدها. نعم أمة الرحمن، وهنا يقع المسؤولية الكبرى على عاتق الحكومة أن تقوم بتوفير المستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية، بأن تضبط الأسعار في السوق، وأيضا من ضمن الحلول التي ربما قد تساهم في مساعدة الشريحة التي تعيش على القوت اليومي بتفعيل الضمان الاجتماعي. كان خلال السنوات السابقة هنالك الضمان الاجتماعي يتكفل بمبلغ مالي يصرف شهريا لذوي الدخل المحدود والمعدوم، أيضا يمكن أن تفعيل التكافل الاجتماعي ما بين الناس، مثلا أن تدعو خلال نشاطكم كشباب فاعلين في مبادرات المجتمع المدني بطرح فكرة على رؤوس الأموال والتجار المقتدرين أن يتكفل كل واحد منهم ولو بمجموعة من الأسر. أمة الرحمن شكرا لك ولأنك كنت معنا في هذه الحلقة، وشكرا لكل الجهود التي تبذلها مع أصدقائك وزملائك في عدن للتوعية. شكرا جزيلا لك أمة الرحمن. مشاهدينا الكرام، نذهب لمتابعة بعض التصريحات والأراء التي أيضا وردتنا من الشارع اليمني. هناك مبادرات بدأت عملها المجتمعي في داعش وعموم بلادنا الحبيبة من خلال مساعدة الناس بعدة جوانب ومجالات، منها الإنسانية والإغاثية. الآن الوضع الذي يعيشه العالم بأسره يتطلب من تلك المبادرة التي كان لها دور سابق خلال أو منذ بداية الحرب أن تلعب دورا أساسيا الآن من عدة اتجاهات، منها التوعية ومنها المشاركة والمساهمة مع الجهات الرسمية والمعنية في الكشف عن حالة الأمراض اللي وجدت، ومنها أيضا المجال اللي هو المساعدة في التطهير والتعقيم للأماكن العامة وغيرها. بالنسبة لدور المبادرات والمنظمات المجتمعية لا تقل أيضا عن دور السلطة المحلية في توعية المجتمع الذي ما زال مستهترا في وباء كورونا، أيضا دوره في إقامة حجور صحية، وأيضا في ظل غياب الدولة والحكومة لا بد لمنظمة المجتمع المدني أن يكون لها الدور الأكبر في الحد من انتشار هذا الوباء وتوعية.
إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. هذه مناشدة وجهها للحكومة الشرعية، قوموا بواجبكم كدولة ولو لمرة واحدة، التزموا بصرف رواتب الناس، فعلوا الضمان الاجتماعي، وفروا للقطاع الصحي في اليمن الإمكانيات والقدرات لمجابهة هذا الوباء الخطير، وإلى الناس إلزموا بيوتكم قدر المستطاع، حافظوا على النظافة، تجنبوا الاجتماعات، تجنبوا أسواق القات والأفراح والمناسبات الاجتماعية، كل يبقى في بيته ويحافظ على نظافته ونظافة البيت. نتمنى للجميع السلامة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير في حلقة قادمة.